كلها أيام معدودة ونكون مقبلين على بداية عام دراسي جديد. اليوم حكينا العراقي راح نتناقش بأبرز القرارات اللي راح تطبق بهذا العام، فخليكم ويانا. أهلاً وسهلاً أستاذ. أهلاً وسهلاً بك. ما هي خطة وزارة التربية لهذا العام؟ وشنو أبرز القرارات اللي راح تطبق لهذه السنة؟ هناك طبعاً جملة من القرارات الجديدة أبرزها أنه هذا العام هو العام الأخير لقرارات تنويع التعليم اللي هي تخص الأحياء والتطبيقي. من العام القادم إن شاء الله سنعود للفرع العلمي والأدبي فقط، يعني ما عندنا بعد أحياء وتطبيقي. الأمر الآخر طبعاً هو في هذا العام كانت لدينا حملة خاصة ببناء المدارس، هذا هو عام الأبنية المدرسية، مدارس جديدة تضاف إلى الخدمة، أكثر من 450 إلى 500 مدرسة جديدة، كذلك الاستعداد على مستوى طباعة الكتب وكل التجهيزات الخاصة طبعاً بالرحلات والسبورات المستلزمات التربوية بشكل عام. فيما يتعلق طبعاً بقراراتنا لهذا العام، إحنا كنا واضحين من بداية العام، الوزارة قالت بأن هذا العام لا يوجد فيه لا دور ثالث ولا نظام محاولات ولا يعني غيره. يعني وسائل المساعدة. لا، هي المساعدة موجودة ولكن ليست بهكذا قرارات. ما هي أبرز التحديات اللي تواجه الطلاب والمدارس في هذا العام وأنتم كمؤسسة تربية؟ يعني إحنا بوزارة التربية بصراحة لدينا جملة من التحديات، أهمها طبعاً على صعيد الأبنية المدرسية. إحنا عندنا أكثر من 8000 مدرسة تقريباً، يعني نقص عندنا مدارس مزدوجة كما ذكرت، يعني نأمل بهذا العام أن تضاف 1000 مدرسة. كل مدرسة هي تحل أزمة بالنسبة لمنطقة أو لمدينة، بالذات المحافظات، خصوصاً المحافظات نعم مكتظة، يعني بغداد، نينوى، البصرة، هذه المحافظات طبعاً يعني بها ذقار، بها اكتظاظ كبير. كذلك طبعاً تحدياتنا كذلك فيما يتعلق بالموازنات، يعني احنا موازناتنا لا زالت حتى هذه اللحظه على الاعداد السابقه، في حين ان هناك توسع سكاني كبير، هناك مليون طالب سنويا يدخل الى وزاره التربيه بصف الاول ابتدائي، لذلك هذه كلها تنعكس اكيد على ضغط على مستوى الخدمات والتجهيز، لكن وزاره التربيه بصراحه لديها دائما حلول او تحاول على الاقل أن تجد حلول. لدينا نقص في أعداد القاعات الخاصة طبعا بالامتحانات، والوزارة تأمل بأن تحل هذه الإشكالات أو هذه التحديات على الأمد البعيد إن شاء الله. طيب أستاذ، شلون نقدر نحسن أو نطور العلاقة بين الهيئة التدريسية والإدارة من جهة والطلاب من جهة أخرى؟ يعني هذا الموضوع السلوكي هو مهم جدا فيما يتعلق طبعا يعني كيمياء الطلبة والمدرسين في داخل المدرسة. نعم. يجب على الطالب ابتداء أن يعني يدرك قيمة المعلم وأهميته، وهذا طبعا ما تحرص الوزارة على أن تبث بنفوس الطلبة بشكل عام، كما يجب أيضا على التدريسي بأن يعني يراعي الجوانب العمرية للطالب، الحالة النفسية، الظروف، الحالة النفسية، يتعامل معه بأبوية. نعم. احنا في هذا العام بصراحة يعني لمسنا اشياء كثيره جدا تتعلق مثلا بدعم الطلاب، يمكن شفتوا بالامتحانات كثير من المعلمين اللي كانت عندها ولاده لا هذه بحث اخر. نعم. يعني هذه كانت حاله انسانيه، هذه حاله خاصه، لكن احنا شفنا مثلا بعض المدرسين والمعلمين باب الامتحان هو لا زال يدرس طلابه. نعم. هذا الحرص على ايصال هذه الرسائل، شفتوا يمكن عبر السوشيال ميديا كثير منها. نؤمن بان هم لديهم طبعا روح ابويه، كذلك طلبتنا يمكن تشوفون يعني مستوى الاوائل ومستوى. نعم. التقدم الكبير اللي جاي يعني نشوفه بالامتحانات. استاذ، مشكله الدوام المزدوج، هل من اولويات وزاره التربيه ان تجد لهذه الازمه حل؟ نقدر نسميها المشكله الازليه. وزاره التربيه لديها محاولات او حلول باضافه مباني جديده، باعتبار يعني انه هذا الضغط اللي على المدارس سببه هو النقص، يعني اكثر من 26,000 إدارة مدرسية في 17,000 مبنى، أكيد يعني هناك فوارق، يعني من 8,000 إلى 9,000 مبنى نقص. مع كل يعني مع كل مدرسة جديدة تنجز هناك حل. أيضا هناك توسع سكاني كبير جدا في المناطق الشعبية، المناطق المزدحمة، هذا من شأنه طبعا أن يزدوج المدارس، إضافة إلى بعض للأسف مؤسساتنا التعليمية اللي هناك حالات تجاوز عليها. نعم. إحنا طبعا يعني عندنا أيضا كذلك محاولات لأجل أن نسترد هذه المؤسسات ونشغلها من وزارة التربية، إضافة إلى جانب مهم جدا في هذا العام كان حاضر وهو استملاك الأراضي. احنا ليس فقط النقص عندنا بعدد المدارس لأنه لا توجد مدرسة، إنما لا يوجد مكان لهذه المدرسة. أيضا استحصلنا قرار مجلس الوزراء نحفز به على من يقوم بالتبرع بأرض يعني يعينوه بهذه المدرسة، لذلك صار هناك إقبال جيد وتم استملاك أكثر من 3,000 مدرسة أو أرض لمدرسة. نأمل بالفترة القادمة إن شاء الله
أن يعني تكون حركة المشاريع أكبر لتضاف مدارس جديدة إلى الخدمة، وبالتالي تفك هذا الاختناق الموجود بالمدارس. كثرة المدارس الأهلية هل هو انعكاس لضعف التدريس في المدارس الحكومية أم للوزارة رأي آخر؟ يعني المدارس الأهلية بشكل عام احنا نعتبرها ساندة لعمل الوزارة، باعتبار أنه حتى بالبرنامج الحكومي لهذا العام هناك خطة لتطوير المدارس الأهلية. المدارس الأهلية في بعض المناطق توفر خيارات أخرى بالنسبة للطلبة قد لا يجدوها بالمدارس الحكومية، لكن بشكل عام هذه المدارس هي خاضعة لمراقبة وزارة التربية. التجربة أيضا برمتها خاضعة، وزارة التربية في بداية هذا العام أعادت النظر بملف التعليم الأهلي برمته سواء على مستوى المدارس أو المعاهد الأهلية، وأغلقت الكثير من المدارس المخالفة للضوابط. كذلك تم وضع اشتراطات خاصة طبعا بعمل المدارس، باعتبار أن بعض المدارس تخالف الاشتراطات أو منحت إجازة في وقت معين، والآن تغيرت الكثير من المعطيات. لذلك وزارة التربية بصراحة حريصة كل الحرص على أن يعني تسند الملف الخاص بالتعليم. شنو نصيحتك للطلاب؟ المواكبة دائما مع دروسهم، عدم ترك الدرس، عدم الانجرار إلى زوايا جانبية، خصوصا للشباب اللي بمراحل عمرية حرجة، يعني في مرحلة الشباب أو مرحلة الإعدادية. هاي أحلامكم، قاتلوا من أجل أحلامكم، الوزارة دائما داعمتكم. الشيء الأهم من هذا احنا نتمنى طبعا بالنسبة لطلبتنا أن يبتعدون عن كل ما يشغلهم عن الدراسة، خصوصا يعني احنا نلاحظ خلال الفترة السابقة على الأقل أنه بعضهم لساعات طويلة يناشد، أو بعضهم لساعات طويلة قد يبحث عن جزئيات أو تفاصيل أو قرارات ويقضي وقت طويل على الانترنت. هذا الوقت هو كافي ايضا حتى الدراسه تحولت للانترنت. بالضبط، احنا طبعا داعمين ملف التعليم الالكتروني، لكن انا اتحدث عن خارج التعليم. يعني خارج محاوله على الاقل التعلم او الفهم. احنا طبعا نتمنى دائما التوفيق لطلبتنا الاعزاء، داعمين لهم، موجودين لخدمتهم. الوزاره فاتحه ابوابها لكل طلبتها الاعزاء، وكل معلم وكل مدرس هو مصباح ينير حياة الناس، ينير حياة أبناء الطلبة والتلاميذ. إن شاء الله نأمل يكون عام إيجابي لوزارتنا ولطلابنا أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا لحضراتكم. شكرا. لهنا وتخلص حلقتنا، بس حكينا العراقي مستمر. حكينا عراقي وبكل شيء راقي.